السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ احلى متابعين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم مطبخ ماريا. النهاردة هنعمل اكلة حلوة قوي، يعني هو مكون واحد كده تقريبا، هنعمل بيه كذا صنف، كذا طريقة، هنعمله كذا طريقة. معنا هنا الرز اسمه بسكاتورة، ريزو بسكاتورة، دي اكلة ايطالية. هنا سمكة الكبة، دي معمولة في الكبة. هنا بقى عاملين صينية الرز بفواكه البحر، وعاملينها على وشها سمك الفيليه. وهنا بقى سمكة الفيليه محشية جمبري، حشينها جمبري وطبق السلطة جنبيهم، وانتوا عارفين. يلا بينا نخش ونقول لكم على المكونات ايه. هنا معانا سمك الفيليه، بص سمك الفيليه معانا اهو، شايفينه؟ ده سمك فيليه. معانا هنا الجمبري، معانا هنا بقى ايه، سمك مرجان على شوية قشور جمبري، على شوية قشور كابوريا، على صبيط، على يعني شويه حوايج كده هنعمل بيهم شوربه. تمام، دول هنعمل بيهم الشوربه. معانا هنا بقى ايه، فواكه البحر، الطبق اللي هو بتاع فواكه البحر ده مشكل كده. هنعمل ايه بقى؟ هنبدا بايه؟ هنعمل كذا صنف، فهنبدا بايه؟ يلا بينا اوريكم هنبدا ازاي. بس قبل ما نبدا، اللي اول مره يشوفني يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد، وان عجبوا الفيديو يعمل لي لايك. هنجيب حله ونحط فيها ميه، ونحط فيها السمك اللي انا قلت لكم عليه، مع القشور، مع شويه كاليماري، مع شويه حاجات كده، يعني هنعمل بيهم ايه، الشوربه. هنحطهم على المية. ومعانا هنا بقى ايه، جزر وبصل وليمون، هنحطهم عليهم ونحطهم على النار ونسيبهم مع نفسهم كده لحد ايه ما نشوف احنا هنعمل ايه، هنبدأ فيه. تمام، يلا بص بقى، خدنا قطعة من الفيليه هنقصقصها كويس كده، هنقطعها وهنحطها في الكبة. السمك عموما يعني غني بالفوسفور. وال معانا هنا بقى ايه، بقدونس، هنحط بقدونس زي حزمة بقدونس كده. معانا هنا دقة اللي هي ايه، توم وفلفل اخضر وفلفل احمر وشطة وكمون وملح، هنحط منها معلقة ونص كده على الخلطة دي. يبقى حطينا الفيليه مع البقدونس وعليهم ايه، ليمون، شوية ليمون. معانا هنا معلقتين ونص كده دقيق هنحطهم. معلقة جمبري، معانا الجمبري اللي هو المقشر ده، حطينا معلقة منه.
وشوية خل، وهنبدأ نضربهم في الكبة. هنضربهم يكونوا عجينة خالص، ينعموا قوي زي الكفتة كده. ضربناها وخلصناها، ونفضيها في البولة بتاعتنا. كده فضيناها في البولة، هنعمل ايه؟ هندهن ايدينا زيت، او الكلافز يعني، هندهنه زيت. وهنعمل ايه؟ هنشكلها زي ما احنا عايزين. على فكرة الخلطة دي ممكن بدل ما نحط عليها الدقيق نحط عليها بطاطس مسلوقة مهروسة، نهرس البطاطس او نسلقها ونحطها معاها تتماسك. ممكن على فكرة نبل برغل ونحطه معاها هيتماسك. دقيق، برغل، زي ما انت عايزة. شوفي اي حاجة انت عايزة تحطيها. تطحني حمص وتبلي حمص وتطحنيه وتحطيه، ماشي، هيبقى برضه جميل. هنقعد نشكلها زي ما احنا عايزين، رفيع يعني، صوابع، قرص، زي ما انت عايزه تشكلها، زي ما تحبي، ماشي، على ده وعلى ده مش هيحصل اي حاجه. هنغمسها كده في البقسماط كلها، نخلصها واوريها لكم عشان ما اطولش الفيديو عليه. وكده عملناها، قطعناها كده بقى بعد ما عملناها قرص كده، رحت مقطعاها تاني بالسكينة كده، الحتة كده تبقى اتنين، وعملتها صوابع بردك اهي زي ما انتوا شايفين كده. هنحمرها ونوريها لكم. بتتحمر في الزيت عادي خالص. هنعمل ايه تاني وصفة معانا، اللي هي ايه؟ هناخد حتة فيليه، هنتبلها بالدقة اللي انتوا قايلالكوا عليها من شوية، اللي هو الثوم والفلفل والشطة والكمون والملح وكده، وفيها ليمونة برضه، هقصر عليها ليمونة. هنتبل الجمبري، هنحط له معلقه دقه برده كده، عشان السمك ما بيحبش يبقى دلع كده، لازم تحطي له حاجات كده تخلي طعمه جميل. هم عموما المصريين يعني ما بيحبوش الحاجه دلع، يحبوها كده جميله وحقيقه كده وجميله. هنحشي السمكة بالجمبري، هنلفها على الجمبري كده، هنحط شوية زيت، معانا صينية هنا، معلش اخر الورقة دي ورقة زبدة، هندهنها زيت وهنحط فيها السمكة بتاعتنا اللي محشية جمبري، متبلة ومحشية جمبري. هنلفها كويس بورق الزبدة، وهنحطها في الصينية. كده لفينا السمكة بتاعتنا بورق الزبدة،
حطيناها في الفرن. هنا بقى معانا ايه، زيت، ومعانا بصلتين كبار متقطعين جوانح، هنحطهم في الزيت ونقلبهم كويس. هنفكك البصلة كده في الزيت، تبقى متماسكة شوية متقطع جوانح كده، هنفككها بالمعلقة. هنقلب البصلة لغاية ما تحمر معايا. كده البصلة احمرت معانا، شايفين ازاي بدأت دخلت على حمارة اهي. هنعمل ايه بقى معانا اللي هي فواكه البحر، عارفين انتوا، جمبري على كابوريا على سبيت على فليه على كاريماري على اللي هي الصوابع، كل ده تشكيلة حلوة قوي وجميلة جميلة جميلة وصبحة. حطيناها على البصلة، نقلبها شوية تتشوح، تاخد تشويحة مع البصل. هنقلبها شوية وبعدين نحط الايه معانا التوابل، هنحطها فلفل اسود ملح كمون، هما دول البهارات بتاعت ايه الرز ده، رز رز البسكتورة ده. الوجبة دي يا جماعة غالية قوي، في ايطاليا بتتعمل في فخار وتتحط في الفرن وتتقدم بالسمك، بتتعمل بسمك السلمون وتتحط في الفرن وتتقدم كوجبة لفرد واحد. معانا هنا الشوربة اللي عملناها من الحاجات اللي انا وريتها لكم، عملنا بيها الشوربة، شوربة ريحتها رائعة جميلة جميلة جميلة، الريحة حلوة قوي والطعم فوق من رائع. هنحط الرز، حطينا الشوربة وغليت مع البصلة وفواكه البحر، بعد كده حطينا عليها الرز. يبقى احنا حمرنا البصلة، حطينا عليها فواكه البحر، نزلنا عليها بالتوابل والشوربة، شوربة السمك، حطينا عليهم الرز وهنسيبهم يتشربوا. كده الرز اتشرب معانا نص سوا، اتشرب بس نص سوا. هناخد منه بولة، هنملى بولة كده وناخدها واقول لكم هنعمل بيها ايه. ده الصنف الثالث اللي هو الرز بفواكه البحر. هنخش على الصنف الرابع اللي هو ايه، معانا هنا بقيه السمك الفيليه، هنتبله زي ما انتوا شايفين، يعني زي ما انا بعمل بتبل كل السمك قبل ما بعمل بيه اي حاجه، بتبله بالدقه اللي انا عاملاها. كده معانا صينية فرشينها بورق الزبدة، هنقصقص السمك على اساس ايه السمك، يعني الصينية مدورة، نحاول ايه نظبطه في الصينية كده، نفرده فيها يعني ما يبقاش بينها فروق كتير. هنرصه في الصينية من تحت كده، ادينا رصينا السمك، هنحط عليه معلقة زيت كده، معلقة واحدة كده، اهو زي ما انتوا شايفين كده. معانا الرز بقى اللي جبناه اللي هو نص سوا ده، هنحطه على السمك، ودي هتبقى صينية سمك، وده الصنف الرابع اللي احنا بنعمله ده. يبقى احنا كده عملنا من الفيليه اربع حاجات، السمك في الكبة
فرمناه بالبقدونس والدقة والخل والليمون والبقدونس وكده. تاني حاجة حشينا سمكة الفيليه بالجمبري. التالت عملنا الرز بفواكه البحر. الرابع عملنا صينية الفيليه بالرز، رز البسكتورة. ودي اربع اكلات من كيسين الفيليه اللي انا كنت جايباهم وجمبري، كان معانا نص جمبري. وكده الاكل كله خلصناه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، حاجة خرافة، جميلة جميلة، منظر وشكل وجمال وطعم وريحة ما اقولكيش، والله في منتهى الجمال. الرز البسكتورة شايفين طبق الرز، هنا سمكة الكبة، ودي صينية الرز بالفيليه، ومعاهم طبق السلطة طبعا. وكده خلصنا، وصلنا لآخر الفيديو. يا رب الوصفات دي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.